سنجر حرب وشو بحر وقتل والرعد تحقيق الوعد للجيش الله أكبر جيش تقدم ألعب سنجر حرب وشو بحر وقتل والرعد تحقيق الوعد للجيش مهمة شريفة الدفاع عن ضد الإرهاب ضد المهربين ضد حتى عدو كلاسيكي لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة أقوى دولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات تاعها كلها وبالجيش الوطني الشعبي تاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الارهاب كيما جدودنا وبينا هزموا فرنسا اثناء حرب التحرير وكل الفضل يرجع لها وتعتبر مثال التمارين لعمل زيادة الخبرات المكتسبة خلال سنوات التدريب والتحضير القتالي وكذلك الحفاظ على الرفع المتزايد والمتصاعد بمستوى القدرة القتالية لوحدة الفرقة الثامنة المدرعة والاستكشاف للخليج الصيني على هذا التمرين هو من أهم معلم سيجاز الميدان ويحفزهم في أداء هذه كان جاهزية قصوى الدليل كان في الميدان اللي هو إصابة دقيقة الأخضر وهذا خدمة لرسالة الشهداء الأبرار الذين ضحوا بنفسهم في أجل هذا الوطن الغالي